بعد إذن حضراتكم آخد معانا أيضا على التليفون أستاذ مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. إزاي الصح؟ خليني هنا هسأل على الأثر الاجتماعي لهذه الحزمة. أكيد أستاذ مجدي يعني الخط بيقطع الفئات اللي هم الأقل دخلا هم أكثر هستفيد من هذه. هستأذنك يا أستاذ مجدي، الخط بيقطع جامد، الخط بيقطع جامد جدا، الشبكة مش ولا بد، فلو ينفع نقف في البلكونة اليومين دول مش حر. ماشي كده كويس يا فندم، كده حلو. طيب دلوقتي اللي هيستفيد من الفئه دي اكثر الناس اللي هم الاقل دخلا بشكل كبير جدا، لان طبعا هم هيستفيدوا من مساله يعني حد الاعفاء الضريبي، وهيستفيدوا من حد الادنى للاجور ده بالاضافه لل 300 جنيه اللي هم قالوا. سامعني يا استاذ؟ ايوه معاك يا فندم. 300 جنيه اللي هم علاوه الغلاء او علاوه الغلاء المعيشي، 300 زياده عن ال 300 اكثر فئه هيستفيدوا خلال الفتره اللي جايه. لكن يتبقى شيء مهم جدا، ان احنا يجب ان احنا كلنا نتكاتف في مساله الاسعار، لان احنا لو قعدنا نزود في المرتبات وفي المقابل الاسعار بتزيد بشكل كبير جدا بالشكل ده، بالتاكيد مش هيبقى ليها تاثير هذا التاثير الايجابي. طيب ده احنا عارفين ان احنا مشكلتنا مقسومه نصين، في جزء مقسوم يعني نتيجه ارتفاع اسعار نتيجه التضخم، وجزء اخر نتيجه جشع بعض التجار. لازم نسيطر على مساله جشع التجار ده باي وسيله خلال الفتره اللي جايه. المفروض يبقى في دور للغرف التجاريه بتحديد اسعار، المفروض يبقى في دور للمجتمع المدني ان هو برضه يساعد من خلال مبادرات ليه. كلام اذا سليم؟ لقينا حد بيرفع السعر بلغ عليه بس كده. طب عندي سؤال سليم بقى مهم جدا، القطاع الخاص هل هو ملزم بهذه القرارات ولا غير ملزم؟ القطاع الخاص؟ لا، هو بص، هو المفروض يعني الحد الادنى للاجور على سبيل المثال، اي زيادات للقطاع الخاص المجلس القومي للاجور هو اللي بيحدد الحد الادنى والعلاوات. حلو. وبالتالي المفروض المجلس القومي للاجور كان هيجتمع قبل نهايه العام. انت عارف ان الميزانيات بتاعه المجلس القومي للاجور بتبدا في يناير، مش زي الحكومه بتبدا في شهر 7. فالمجلس القومي للاجور هيجتمع قبل بدايه العام يحدد فيه، مثلا هو كان كده كان هيجتمع، عشان المفروض هو ما زال لسه الحد الادنى للاجور 3000 جنيه، المفروض كان هيجتمع عشان يدرس مساله ال 3500، لكن المساله تطورت دلوقتي وبقت 4000. ايوه. فالمفروض المفروض المجلس هيجتمع عشان يدرس، ولا بد من التشاور مع اصحاب الاعمال عشان نعرف ظروفهم هيقدروا يعملوا ايه خلال الفتره اللي جايه، المرحله اللي جايه. هو تشاور مش الزام يعني؟ تشاور طبعا، ما هو طبقا لظروف اصحاب الاعمال. انت عارف، بص يعني انت عارف شركات القطاع الخاص سوري، في جزء منهم بيدفع اكتر بكتير من مساله الحد الادنى للاجور، وفي جزء بيلتزم طبقا لقرارات الدوله، وفي جزء تاني بتبقى ظروفه صعبه. احنا هي المشكله بالنسبه لنا دايما اللي بتبقى ظروفه صعبه ده اللي ما بيقدرش يعمل يعني ده، واخد بالك؟ فعشان كده احنا بنراعي ده. بص انا برضو عايز اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف. ايوه فندم. انا راجل نقابي، بيبقى صعب عليا جدا ان انا اقول لك الكلام ده، بس لازم اقوله. انا احيانا لما يكون زياده الحد الادنى للاجور وهيكون المقابل بتاعه ممكن المنشاه تقفل، انا بتراجع وبقول لا، اخلي المنشاه تشتغل. لا، محدش طبعا عاوز المنشاه تقفل، يكون بس اهم حاجه صادق وبيقدم ميزانيات صادقه وبتاع. لا، انا دوري ان انا احافظ على استمراريه العمل، لان استمراريه العمل حاجه لصالح العامل. طبعا مفيش خلاف، انا عايز المنشاه تفضل شغاله وكله طبعًا. مهم عندي جدا انه بس طالما انا بحقق ارباح يعني لازم أدي الناس اللي عندي، طالما بحد لازم أدي العامل طبعا. ما جيش أقول أصل يا دوب الأرباح على القد، لا إله إلا الله، هي أرباح تساوي أرباح يعني أرباح. صحيح. فما فيش حاجة اسمها أرباح على القد، في حاجة اسمها أرباح. بس فيعني نبص على العامل والموظف حبتين. أنا بشكرك مرة تانية أستاذ مجدي، كل الشكر أستاذ مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال.